إذن على إثر الهزة الأرضية ليوم 8 شتنبر 2023 اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان العودة السريعة لفصول الدراسة بعد الإجراء التوقيف المؤقت للدراسة في المؤسسات المتضررة ضمانا للسلامة العامة. وعليه فقد شكلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من اللجان المكونة من أطر هندسية وأطر تقنية وطنية وجهوية وإقليمية عملت على تنظيم زيارة ميدانية لجميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك قصد تحديد درجة الضرر وطبيعة التدخل. أسفرت هذه العملية في مرحلة أولية على تسجيل رقم 242 مؤسسة تعليمية متضررة، من بينها 33 مؤسسة تعليمية في وضعية انهيار تام. وعليه كان الهاجس هو عودة التلميذات والتلاميذ للفصول الدراسية، وذلك من أجل تأمين زمن دراسي وزمن تعلمات. ومن أجل ذلك تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للعودة السريعة لفصول الدراسة. من بين هذه الصياغة تم اعتماد صيغة تحويل مجموعة من التلميذات والتلاميذ سواء من قسم إلى قسم آخر داخل المؤسسة التعليمية التي عرفت بعض الأضرار والشقوق الطفيفة في بعض الأقسام التي تم إغلاقها إلى حين إصلاحها. كما تم اعتماد كذلك صيغة تحويل التلميذات والتلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى داخل الإقليم، ومن مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية خارج الإقليم، مثل ما كان الشأن وتتبعناه جميعا يوم أمس في صيغة تحويل التلميذات والتلاميذ إلى وجهة مدينة مراكش، والتي استهدفت استفادة 6000 تلميذ وتلميذة من هذه العملية. تم بداية عملية تحويلهم إلى المؤسسات التعليمية المستقبلة بمدينة مراكش، حيث سيستفيدون من منحة كاملة بمعنى الإطعام والإيواء، بالإضافة إلى الدعم التربوي إضافة إلى التمدرس، وكذلك مختلف تدخلات الدعم الاجتماعي، وكذلك المواكبة النفسية لهؤلاء التلميذات والتلاميذ من طرف أطر اجتماعية مختصة تم تكوينها في هذا الغرض. الصيغة الأخرى هي الصيغة التي نحن الآن بصدد مشاهدتها جميعا. إذن يتم التفكير حاليا في اعتماد وحدات متنقلة عبارة عن مؤسسات تعليمية تتوفر على جميع المرافق الضرورية واللازمة، ولكن بوحدات متنقلة. وكذلك تم اعتماد صيغة الخيام بصفة مؤقتة إلى حين إعادة بناء المؤسسات التعليمية أو اعتماد الوحدات المتنقلة. وقد تم نصب 200 خيمة بالنسبة لإقليم الحوز شملت المؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا والتي استقبلت هذا الصباح التلميذات والتلاميذ ليستأنفوا دراستهم وليعودوا إلى حياتهم المدرسية الطبيعية. وسجلنا جميعا الأجواء السعيدة والبهيجة للتلميذات والتلاميذ وللأطر الإدارية والتربوية، كما سجلنا كذلك ارتياح الآباء والأمهات لهذا الإجراء الذي سيضمن المصلحة التربوية من جهة، وكذلك سيضمن المواكبة النفسية للتلميذات والتلاميذ وإعادة الاطمئنان النفسي إثر تداعيات وأطار الهزة الأرضية من أجل جبر هذا الضرر، استشارة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده في التأكيد على ضرورة تقديم المواكبة والدعم للمتضررين من أطار الهزة الأرضية. هذا اليوم الأول اللي استقبلنا فيه التلاميذ بعد الفاجعة اللي وقعت، الزلزال اللي عرفته منطقة الحوز. بالنسبة اليوم كان استقبال التلاميذ من أجل الدعم النفسي لهاد التلاميذ. الحمد لله لقينا واحد التجاوب كبير مع التلاميذ، لما سألناهم واش مستعدين أنهم يجيوا للمؤسسة ويعاودوا يستأنفوا الدراسة، يعني لقينا واحد التجاوب كبير مع التلاميذ. بالنسبة لهاد الخيام اللي تنصبات باش نعاودوا ان شاء الله نستأنفوا الدراسه، هي حل مؤقت يعني على ما يعاودوا يتبنوا المؤسسات ان شاء الله، ونتمنوا انهم يسرعوا في هذه العمليه باش نرجعوا للمؤسسات ديالنا ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللي بقى العمر والصحه، الحمد لله. اما بالنسبه لهذاك الشيء الاخر راه شي بس ما كاين. بالنسبه للتلاميذ راه كاين تلاميذ اللي مأزمين نفسيا، كاين اللي
كاين اللي خايفين تيقولوا لي اننا خايفين اننا تكون شي هزه اخرى، وكنحاولوا نطمئنوهم بان هذه الهزات الارتداديه راه تتكون خفيفه وهذا، وما يخافوا حتى شي حاجه ان شاء الله. والاحساس ديالنا ملي رجعنا لهنايا من الكوليج اللي كنقراو فيه لهنايا احساس خايب بزاف، لحقاش كلشي تبدل بالنسبه لي انا. المهم احساس ما كيتوصفش، عايشين ازمه وما عمرنا كنا كنظنوا بلي غنجيو نقراو هنايا اي تحت الخيام، وكلشي خايف، كلشي مازال خايفين، الناس مازال خايفين، غير هو الاحساس تبدل جينا لا ماشي من نفس الاجواء. ان شاء الله بيت نكون مهندسه ان شاء الله. جاتنا فجاه، ما كناش زعما معولين اننا، وفاش ضربات الزلزال كنا قلنا غير بشي درجه قليله زعما ماشي مجهده وغتسبب خسائر وموتى صافي. وبالنسبه للدراسه كنا خصوصا حنا اللي يلا انتقلنا للمؤسسه جديده، كنا كان عندنا واحد التشويق هذا، ولكن للاسف ما كملش. فيها شقوق تشققات هكا، ومهم راهي مؤسسه هذو اللي هنا زعما، وبالنسبه للنفسيه ديالنا القريه ماشي مستعده 100%، باقي فينا داك الخلعه، وخصوصا اننا خلينا والدينا في بلايص بعاد وجينا نقراو هنا، وفي هاد البلاصه فاش بعيده على ديورنا بزاف، والبنت اللي كتجي لهاد البلاصه كيقولوا لك راه اللي فاش كتجي البنت لهذا السمعه ديالها ما كتكونش مزيان، ودابا وبعيد هاد البلايص وكاينين صعوبات. كانت ظريفه ودوزنا معاها بزاف الذكريات، ولكن للاسف هذا كيقدر ديال الله، غتكون معنا وغنعيشوا بزاف د الحوايج، ولكن للاسف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.